جوية، وخلاص تم هذا الخليج ليبي وما عاد فيه ثروات هائلة من النفط والغاز والثروة السمكية. ريغان تخيل يعني، وأعتقد تلقاه حتى على النت، كان هدفه أن يتخلص من معمر قذافي وقتله، وكان يتبجح، وكان حتى كان عندي شريط، هم كانوا في ويكند في أجازة في ريغان، مسك جيتار هو الشلة بتاعه يغنوا على معمر، يعني هذا المجرم الذي في شمال أفريقيا ساقطع رأسه وساقطوه، يعني شريط بال عرفت. لهذه الدار الهوس طلعت نكتة في أمريكا، أن الحلاق بتاع كلينتون بتاع الرئيس ريغان كل ما يجلس بحلقة يحكي له على معمر، فواحد من الأمن قال له أنت ليش كل ما تجلس مع الرئيس تقعد تحكي له؟ قال له عشان شعر رأسه يوقف باش يساعدني في الحلاقة في أسرع. طبعا هم اتهموا برضو ليبيا أن بعثت مجموعات لقتل، تسربت إلى الولايات المتحدة الأمريكية لقتل ريغان، مجموعة أشياء بعضها حقيقي بعضها غير حقيقي، يعني هم كانوا يمهدون. إيش الحقيقي؟ وإذا ما رح نتكلم عن غير الحقيقي، إيش الحقيقي؟ الحقيقي بيب 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 بي. لا أنا بيعرف بعض الحقيقي اللي صار. ريت